والوقوف أكثر حول هذا الموضوع وحول يعني المشاهد المتوترة في بقاع مختلفة. ينضم إلي عبر خدمة سكايب المستشار الإعلامي لمحافظ القدس سيد معروف الرفاعي. أهلا بك سيد معروف، كيف تتابع ما يجري في مدينة القدس؟ هناك توقعات بأن يتم تصعيد للمشهد في هذه المدينة في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهل نحن بالفعل على يعني أعتاب هذا التصعيد أم نحن نعيش هذا التصعيد حاليا؟ يعني مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. للأسف نعم، كل يوم تتصاعد وتيرة الاقتحامات وتتصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها حكومة نتنياهو والشرطة الإسرائيلية وحتى أجهزة المخابرات والمستوطنين والجمعيات الاستيطانية، وذلك بقيامهم باقتحام المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل الذي يعني الكثير لملايين المسلمين في بقاع الأرض، بل مليارات المسلمين، ولهذا المكان الخاص بالمسلمين والذي يرفض المسلمون أن يكون شريكا لهم أي ديانة أخرى في هذا المكان الخاص. يعني إسرائيل بالأمس أدخلت ما يقارب 912 مستوطن إلى المسجد الأقصى، قاموا بطقوس تلمودية وبأداء صلوات يهودية، واليوم دخل 1531، وقامت شرطة الاحتلال حتى بحجز واعتقال بعض حراس المسجد الأقصى وبعض المرابطين، منعت بعض الإعلاميين من دخول المسجد الأقصى وتغطية هذه الاقتحامات. وبالتالي نحن ننظر بعين الخطورة إلى الأيام القادمة، وكما تعلمين هي أيام مباركة وفضيلة لدى المسلمين اللي هي العشر الأواخر. إذا استمرت هذه الاقتحامات قد تؤدي إلى اشتباكات جديدة وقد تؤدي إلى عنف جديد داخل المسجد الأقصى الذي لا يسعى له المسلمون. نحن شاهدنا معا الجمعة الماضية وليلة الخميس التي سبقت يوم الجمعة عندما لم يكن هناك أي اقتحامات، وعندما قامت شرطة الاحتلال بعدم دخول المسجد الأقصى وعدم اقتحام البلدة القديمة، كيف صارت الأمور بهدوء؟ للأسف أصبح الآن لدى الفلسطينيين ولدى المقدسيين قناعة بأن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات الدبلوماسية ولا تلتزم بما تتعهد به مثلا في قمة شرم الشيخ أو في قمة العقبة، بل إن هذا التراجع في اقتحام المسجد الأقصى من قبل الشرطة الإسرائيلية جاء بعد التصعيد العسكري في غزة وفي شمال فلسطين. هل من تدابير معينة يعني ستباشر فيها محافظة القدس ولربما يعني المسؤولين الفلسطينيين في محاولة التنسيق ما بين الجهات الأردنية والأوقاف لمحاولة لربما السيطرة أو خفض التصعيد المحتمل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان؟ يعني هذا ما طالبت به وزارة الخارجية الإسرائيلية من وزارة الخارجية الأردنية للضغط على الأوقاف الأردنية، وكأن الأوقاف الأردنية هي السبب في هذه التصعيد أو في هذا الانتهاك. لو سمحت شرطة الاحتلال ولو سمحت حكومة نتنياهو للأوقاف الأردنية أن تقوم بمهامها داخل المسجد الأقصى لما حدث كل ذلك. كل التوتر الذي يجري داخل مدينة القدس سببه اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أخت إنسام، والوضع القائم الذي تطالب به إسرائيل أو الذي تقول أنها ملتزمة به هو الوضع الذي كان قائم قبل عام 2000، قبل زيارة شارون عام 2000. وبالتالي إذا أرادت إسرائيل أن تلتزم بالوضع القائم عليها أن تعيد الوضع كما كان قبل عام 2000، وأن تعطي لإدارة الأوقاف الأردنية حرية التصرف وإدخال المستوطنين. ونحن لا نرفض دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، ولكن يجب دخول اليهود كما يدخل باقي الديانات عبر البوابة الرسمية وهي بوابة الأوقاف الأردنية، عبر الفترات التي يسمح بها للسواح بدخول المسجد الأقصى. إذن كل المشكلة التي تجري في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى بالذات سببه اقتحامات المستوطنين في أوقات صلاة المسلمين وهي أوقات خاصة للمسلمين. شكرا معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظ القدس على كل هذه التوضيحات، حدثني عبر خدمة سكايب من مدينة القدس.